شهدت الحدائق والمتنزهات في محافظة أسيوط إقبالا كبيرا من المواطنين، وتوافد آلاف من المواطنين على حديقة الفردوس وهي أحد المتنفسات الرئيسية في محافظة أسيوط. احنا هنا في قوافل تأمينية للعيد بتشمل الحالات الحرجة اللي هي ارتفاع في السكر يعني مفاجئ، وتم تحويلها للمستشفى علشان تاخد علاج انسولين بسرعه اللي هو الانسولين المائي. كل سنه وانتم طيبين بحلول عيد الفطر المبارك وعيد سعيد على الامه الاسلاميه بخير، وقضينا العيد الحمد لله بفرحه وركبنا العباره وكله تمام الحمد لله. احنا جينا نعيد ونعيد الاولاد، ما شاء الله جبنا الاولاد معانا يعيدوا، ركبناهم المراجيح وركبناهم العباره.